فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، يقول: ما نراه اليوم من دعاء بعض الناس عند قبره، هل يقال بأن هذا من جعلها وثنا؟ ما هو عند قبره، اللي يعمل هذا في المسجد، ما هو عند قبر الرسول. قبر الرسول بعيد عنه، محمي، دونه جدران ودونه أغلاق، ولا يراه ولا يدري وأنه فيه. نعم، هذا يحصل في المسجد. نعم.